احنا اليوم هنا من جديد منذ 52 سنة، يعني منذ اختطاف الحسين المانوزي. كل سنة كنحاولوا بهذه المناسبة ديال 29 اكتوبر اننا نعود نحطوا الاشكالية ديال الاختطاف ديال الحسين، ونحاولوا نحطوا المسار ديالو يعني من اليوم الاختطاف ديالو للان. كيف كتعرفوا 52 سنة من بعد الاختطاف ديال الحسين، مازالين احنا اليوم واقفين على مسألة رئيسية اللي هي الحقيقة، يعني المصير ديال الحسين الى حدود اليوم ما معروفش بشكل نهائي، بالرغم من انه هذه السنه توصلنا من المحكمه على طريق المجلس الوطني لحقوق الانسان بشهاده اللي كتاكد الوفاه ديالو. مع الاسف هذه الشهاده هذه ما كتقدمناش كثير، الا كتحل واحد الاشكاليه قانونيه، ولكن ما كتقدمناش كثير في الملف، لانه كيف قلت مساله الحقيقه مازال مطروحه. ما عرفناش اشنو هو المصير ديال الحسين، كيف تقبض، فين تقبض، شكون اللي قبضو، شكون اللي عطى التعليمات ديال الاختفاء ديالو، وفين غادي يكون الا كان مات، فين غادي يكون، واش تقتل ولا واش مات موته طبيعيه. عندنا بزاف ديال المعطيات اللي كتاكد على انه الحسين مر من واحد المركز اللي هو سميتو البي اف 3. كنعرفوا على انه حسب الشهادات اللي موفره عندنا ان واحد المجموعه ديال الضحايا اللي مرات من هذاك المركز ماتت وتدفنات تماك الا ما كانش تغتالت. فمن الحوايج اللي طلبنا منها العداله هو انه هذاك المركز هذاك كيخصو يتحفر باش نتاكدوا على الرفات اللي موجوده تماك. كما كتعرفوا على انه العائله كانت هذه 2010، يعني على تقريبا هذه 14 سنه كنا رفعنا دعوة من اجل ضد مجهول باش نعرفوا الحقيقه. مع الاسف العداله ديالنا قررت انه هذا الملف تحفظت عليه وما سمعاتش، يعني ما عطاتش على الاقل واحد الامكانيه لانه تسمع الشهود اللي طلبنا انهم يتسمعوا لهم. كيف احنا طلبنا انه نسنطوا واحد المجموعه ديال الناس اللي مرتبطه بهذا الملف، وكنعتبروا على ان عندهم ما يقولوا في هذا الملف، منهم الجنرال حسين بن سليمان، الجنرال العنيقري، الكوميسير اليوسف قدور الى اخره. مع الاسف اليوم واحد المجموعه من هادو راه توفوا، اليوسف قدور راه مات، الجنرال العنيقري مات، ومجموعه ديال دريس عدمون اللي كان شرف على الاختطاف ديالو مات الى اخره. فالتاريخ كيسجل على انه راه الدوله والمسؤولين اليوم كيتحملوا مسؤوليه كثيره، وبالخصوص انهم عندهم امكانيه ديال يسمعوا هاد الناس هادو ويعرفونا بالحقيقه. كمحامي فتحت الشكايه في 13 دجنبر 2010 طبعا، باش بعد ما الملف عرف واحد التوقف، ما بقاش فيه الامل اللي كان معهود على هيئه الانصاف والمصالحه اللي هي اعتمدت نفس المعطيات اللي عطيناهم، بمعنى ما تقدموش. اذا تقدمت بشكايه للوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بالرباط على اساس باش يتفتح نقاش البحث او التحري حول ملابسات، فاش ما بقاش بان الحسين، لان الحسين من يهرب من البي اف 3 في 13 يوليوز 75 ما بانت اخباره، ابار واحد الشهاده طبيه كان عطاها لينا الدكتور الضحاك اللي كان ديك الساعه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. اذا من تما ما بقاش، درنا هذيك الشكايه في 22 فبراير كيتم الحفظ ديالها. اذا عاود بعد المعركه اللي خدينا مع وزير العدل الله يرحمه الاستاذ الناصري، اذا تفتح الملف من جديد، ولكن للاسف يلاه الشهود استمعوا لمدحه بوريكات، تفاصيل غير يمكن نقولوها في الندوه، بوريكات اللي عطى معطيات دقيقه حول المصير ديالو وكيفاش توفى وكيفاش الى اخره. من غير هذا الشاهد الوحيد تم الرفض ديال استماع جميع الشهود، وطبعا بعد انتظار كيصدر القرار ديال قاضي التحقيق اللي تم الاستبدال ديالو، كان الكوهن ومن بعد ولا وهروش، وطبعا وتقرر عدم متابعه ضد مجهول. هذا واحد المنطق لا منطقي، ما عنده حتى شي معنى.